يقول: تعليق الأذكار والأدعية في المساجد أمام الناس لتذكيرهم بها، ما حكمه؟ هذا عمل لم يسبق إليه أحد من السلف، ما كانوا يعلقون في المساجد لوحات ولا صفحات ولا، هذا اجتهاد من بعض الشباب هداهم الله. والواجب أن المساجد تخلو من التعليقات ومن الإعلانات لئلا يشغلوا المصلين. من أراد أن يعلم الناس الأذكار يدرسهم إياه تدريس، يدرسهم إياه تدريس، ولا يوزع رسالة أو كتاب صحيح يوزع عليهم، أما التعليق لا. نعم.